أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لازلنا في تتبع دروس من المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح. لم تقتصر دور المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح على المقاومة الاجتماعية التي تحولت لمقاومة عسكرية، بل قدمت المقاومة اليمنية نماذج عديدة وتحولات لافتة تستحق الدراسة والبحث والتأمل واستكشاف المضامين المهمة والحيوية، من بينها تلك التي لها علاقة وثيقة بسمات الشخصية اليمنية والروح اليمنية والإرادة اليمنية التي لم تكن لقمة سائقة لحروب الاجتياح، وقدمت دروس من الكفاح الخالد الذي ظل حاضر في الذاكرة اليمنية الجمعية رغم المحو والتجريف الممنهج. من بين دروس المقاومة تلك التي جسدت مسلك المقاومة المتعلق روحيا بالأرض، المقاوم الذي تعلق بالأرض بتراب الأرض، وبالذات فيما يتعلق بتكريس مبدأ الإيمان بالهوية والأفكار والتأمل في الذات اليمنية الحضارية، وبالذات المقارنة ما بين التأمل في الذات اليمنية الحضارية شيء واستعمال ذلك التأمل في كسب اليمنيين لمشروع مقاومة الاجتياح شيء آخر، من خلال الالتفاف حول رمز من رموز المقاومة اليمنية أو الالتفاف حول قبيلة من القبائل التي تتصدر مواجهة حروب الاجتياح، أو خلف وجهة اجتماعية، أو خلف تجمع سكاني في منطقة معينة تتصدر واجهة مقاومة حروب الاجتياح، أو خلف مشروع سياسي كما حصل في الالتفاف حول الحركة الدستورية والمشروع الجمهوري منتصف القرن. كما إن المقاومة اليمنية عبر التاريخ لم تكن انعكاس لظرف سياسي، ما أن يزول هذا الظرف حتى تزول بزواله، ولم تكن أيضا انعكاس لظرف اجتماعي تزول المقاومة بزواله، لكنها كانت انعكاس للمصالح الاجتماعية للشعب والمصالح القومية والفكرية لليمن الكبير ومواجهة الظلم الذي كان يلحق الأذى بالفئات العاملة في العمق الحيوي لليمن وبالذات في القطاعات الزراعية والتجارية، وكان يطلق عليهم مفهوم تلك الأيام الرعية، بينما كان يقدم الإمام ذاته الراعي وهو الذئب بأسبابه وأنيابه. تجربة الفقي سعيد ياسين واحد من أهم رموز المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح، وفي تجربة الفقيه سعيد درس مهم جدا من دروس المقاومة اليمنية، وهي تجربة لافتة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لتحولات ما يمكن أن نطلق عليها حاليا بالصوفي الثائر، وهو ذات التوصيف الذي تم إطلاقه لمقاومين ورجال إصلاح اجتماعي وسياسي الذين غادروا مربع الدروشة والإنكماش وقاموا بإطلاق الروح والفكر نحو تحرير الإنسان مما يحيط به من أفكار وواقع وتخلف، كما فعل الحلاج وغيره من طرائع التحولات الروحية والفكرية، وفي جوهر الأساسي هدف إنساني سامي يتمثل في تحرير الإنسان من الاضطهاد والاستلاب. الأسباب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية لحروب الاجتياح تحدث عنها الكاتب والباحث بلال الطيب عن جملة من الأسباب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية لحروب الاجتياح، وقال أنه عاد إلى العديد من المراجع التاريخية بحثا عن أي تفاصيل متصلة تؤرخ لذلك الفترة الزمنية، فوجد العديد من الخيوط وبالذات فيما يتعلق بكتاب حوليات يمانية وهو المؤرخ يمني مجهول، تحدث فيها عن مجاعة كبرى حدثت في قبائل البكيل في العام 1923، خرج الناس بسببها، خرجت رجل واحد كبارهم وصغارهم ونساءهم، وصلوا صنعاء ونهبوا وقتلوا ثم توجهوا صوب سهول اليمن واستوطنوا واستولوا على الحصون العالية والأراضي الخصبة، وحولوا ملاك تلك الأراضي الأصلية إلى أجراء لا حول لهم ولا زرع، وبالذات في عهد الدولة القاسمية التي حضرت فيها الفتوى الدينية المتعلقة بحروب الاجتياح. كل حروب الاجتياح كانت مغذى بفتاوى دينية، وبموجبها صارت السهول اليمنية والسواحل كفار تأويل وفقا لتلك الفتاوى، وأصبح قتلهم واستباحة أموالهم جهاد في سبيل الله كما كانت تروج لها الإمامة. كانت حينها الطرق الصوفية قد وجرت طريقها للانتشار بفعل الدعم وفعل الرعاية من الدولة الرسولية ومن الدولة الطاهرية، وهو المدخل الذي تسلل من خلاله مؤسس تلك الدولة الإمام المنصور القاسم بن محمد في العام 1598، أصدر فتوى كفر بها الصوفية وداعميها، كما نقل المؤرخ السلالي المطهر بن محمد الجرموزي في كتابه، الكتاب كان يسمى النبذة المشيرة إلى جمل من عيون السيرة، جسد التطبيق الفعلي لتلك الفترة في عهد المتوكل إسماعيل واحد الأئمة الذين أتوا من بعدها ليعزز الأخير فتوى. هذه الفتوى عرفت بإرشاد السامع في جواز أخذ أموال الشوافع. وفي عهد المنصور حسين بن القاسم ووالدها المهدي عباس وأحفاده
كما عاودت قبائل الاجتياح المتوحش غزواتها الناهبة للأراضي المذلة للإنسان، وكما قال ابن خلدون الأقدر على التغلب هي الأمم، الأقدر على التغلب أقدر مما سواها، مفهوم الغلبة. في كتاب 100 عام من تاريخ اليمن الحديث نقل المؤرخ حسين بن عطل العمري تفاصيل مهمة جدا عن الغزوات، أبرزها اجتياح ونهب مدينة اللحية بتهامة في العام 1732، نهبوها وعاثوا فيها خراب وفساد، تهجمت تلك القبائل بعد 26 عام على السهول اليمنية. في العام 1778 غزت قبائل الاجتياح ملحان تهامة، عملت فيها قتل وسلب ونهب خلال 20 عام تالية. طبعا أغلب تلك الغزوات كانت تحدث بتوجيه ورضا من الأئمة أنفسهم، وهذا ما أكده العلامة ابن الأمير الصنعاني في كثير من كتبه ومكاتبه، وبالذات غرسوا في أبناء قبائل المرتفعات الاستعلاء الفارق، وجعلهم يحتقروا كل الأعمال الزراعية والمهن والحرف التجارية، وجعلوهم وقود لمعاركهم وفق مفهوم ما يعرف بالمخزن الاحتياطي للقتلة وحروب أيضا التوسعية. قام الأئمة بتوزيع قطاعات واسعة من الأراضي اليمنية الحيوية والخصبة، وهنا في هذه المرحلة برز الفقيه سعيد. حروب الاجتياح كان الفقيه سعيد حينها، فقيه سعيد بن صالح ياسين في بلد شار، كان منكب على مدى 40 عاما في صوفيته، معتكف في زاويته متبتلا في محرابة، زاهدا عن ملذات الحياة، يحيي مولد الذكر ويستقبل المريدين والأتباع ويصلح أيضا بين الرعية ضمن وظيفة اجتماعية كانت قائمة على فكرة الإصلاح الاجتماعي قدر المستطاع، يراقب انتفاشة جلاديهم، كان يتألم لآلام الناس، وبدأ يحيي في النفوس رفض الظلم واستعادة الحق المسلوب. في المقابل كانت الدولة القاسمية تعيش أسوأ مراحلها، توفي أقوى أئمتها المهدي عبد الله بن المتوكل في العام 1835، حصل النزاع والشقاق داخل الأسرة الحاكمة، تمكنت قوات محمد علي باشا أيضا من اجتياح اليمن ولم يدم بقاها طويلا، انسحبت أواخر العام 1839. ليبقى اليمن الحيوي ساحة فيد لمشاريع الأئمة وأتباعهم، ضاق الرعية وبدأوا بتفجير الثورة والانتفاضة التي تولى الفقيه سعيد قيادتها، وتحصن في الدنوة الواقعة بين حبيش ونعمان غربي مدينة إب، بدأ ينصب الولاة القضاة، بدأ يخطب باسمه في المنابر، ضرب بلقبها العملة الفضية، استطاع خلال فترة وجيزة استعادة حوالي 360 حصنا كانت ترضخ لقبائل الاجتياح بحسب المرويات التاريخية. تمركز في تلك المناطق سلطانة، امتد السلطنة سلطتها من يافع إلى زبيد إلى تعز إلى يريم، ليصطح الناس بالأهازيج وبالذات تلك الشفاهية التي كانت تقول يابا سعيد يابا أسلمتنا المحنة يا صاحب الدنوة والعسكر الزوبة. يقول المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي في كتابة اللطائف السني في أخبار الممالك اليمنية، أجفل الفقيه سعيد أهل اليمن من نقيل صيد سمارة إلى عدن وأجاؤوا له بالنذور والزكاة. الكبسي نقل وصفا موجزا لحالة الخوف والذعر التي أجتاحت مراكز الأئمة في المركز بفعل تلك الثورة والانتفاضة التي قادها الفقيه سعيد، وبالذات عند رؤيتهم لقادة حروب الاجتياح وقد ارتحلوا عن السهول والسواحل مرعوبين وتوجهوا نحو المكان الذي أرسلهم إليه الأئمة. الفقيه سعيد ياسين قائد تلك الانتفاضة استولى على العديد من المناطق، أخرج الكثير من المفسدين من الحصون والشوامق والجبال. القاسميون أجلوا خلافاتهم الداخلية التي كانت فيما بينهم، اغتيل أمامهم الناصر عبد الله بن الحسين بداية العام 1840 كما تقول المرويات التاريخية. بدأوا تنصيب محمد بن المتوكل أحمد بعد أن أخرجوه من السجن وتلقب بالمتوكل تيمنا بأبيه، ثم بعد ذلك غيروه بعد 3 أشهر وجاءوا بوالي كان اسمه الهادي. استحضر القاسميون الفتاوى التاريخية فتاوى الأجداد داعي الجهاد، جاءت القبائل طلبا للثأر وطمعا في الغنائم، تولى مسعري الحرب مهمة الإقناع، جعلوا الفقيه الثائر اسما آخر هو اسم سعيد اليهودي، اتهموه بالسحر بالشعوثة وبأنه أدعى أنه المهدي المنتظر، ليأتي وصف صاحب الحوليات متماهيا مع ذلك التشنيع، وصف الثورة بالفتنة والفقيه بالشيطان وبأنه أكبر أهل الطغيان وبأنه شق عصر المسلمين وأنه تتبع هواه، وزاد على ذلك
بقوله وقد سارت جميع البلاد من جند الباغي اللئيم والطاغي سعيد. استعد الفريقان للمعركة الفاصلة. كان جيش الفقي سعيد الأكثر عداداً وعدة، توافد كبار مشايخ اليمن وقبائلها في السهول وفي السواحل، مهنئون وداعمون، كان من بينهم محمد بن قاسم في مخلاف الشوافي، سعيد بن أحمد الجماعي في العدين، حسين بن أحمد بن عباد في مخلاف ذو رعين، عبد الله محمد فاضل في مخلاف العود والنادرة. وتولى قيادة ذلك الجيش أحد مشايخ جبل صبر. حسب معلومة يتيمة أوردها المناضل عبد الرحمن أحمد صبر لبلال الطيب، وصلت القوات إلى يريم، عسكروا فيها. عام 1048 أرسل الهادي جواسيس لاختراق جبهة انتفاضة الفقيه سعيد خاصة، وأن الأخير قد أبقى على بعض قادة حروب الاجتياح ضمن الجيش وأتباعهم لديه، من بينهم شخصيات من كثيرة تظاهروا له بالولاء وتعهدوا في الخفاء لإمامهم الهادي بالوقوف إلى جانبه والقبض على الفقيه سعيد، وقاد الجيش معه والهجوم. في الشهر التالي وصل جيش الفقيه الثائر إلى يريم، حاصر القوات الغازية. كان النصر حليفة، وصلت تعزيزات من خولان ومن نهم ومن همدان، ساهمت في ترجيح كفة الإمام في تلك المواجهة. هجمت القوات الأخيرة على معسكر الفقيه سعيد من الداخل بفعل الخونة، اقتحموا خيمته وهنا اقتادوا أسير. أفلت الفقيه سعيد وهو كان رجل ثمانيني منهم بعجوبة، انسحب ما تبقى لديه من قوات، تحصن في نقيل سمارة، استمات في الدفاع والمقاومة، خسر المعركة في ديسمبر 1840 وتراجع إلى الدنوة، وقع أسيرا واقتحم المتفيدون حصن المنيع، نهبوا كل ما فيه من أموال وحبوب. وفي الباب الكبير في مدينة إب تم صلب قائد الانتفاضة الفقيه سعيد ياسين، ثم بعد ذلك تم تقديمه قربانا للإمام المتسلط في تلك المرحلة. مشاهدي الكرام، كانت هذه أبرز الدروس المهمة جدا من دروس المقاومة اليمنية من حروب الاجتياح. هذه الدروس المهمة جدا فيها العديد من المصادر وفيها العديد من المراجع، والتي تؤرخ من بينها مخالف اليمن لمحمد بن علي الأكوع، وأيضا كتاب مهم جدا 100 عام من تاريخ اليمن الحديث لحسين بن عبد الله العمري، كتاب حوليات يماني لمؤرخ يمني مجهول، كتاب اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية لمحمد بن إسماعيل الكبسي، ومقالة عن ثورة الفقيه سعيد للكاتب والباحث بلال الطيب. مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم لمشاهد مناظر من محافظة إب مصحوبة بالأغنية الشهيرة وحسرتاه يا مدينة إب للفنان اليمني المغمور نبيل العلوي. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، والشكر موصول للطاقم الفني لبرنامج اليمن أصل حكاية، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على روح أمير وسلم. Thank you.